له. أنا أعيد الآن الأمور الواجبة عند الوفاة تدوم وانتهينا. يعني لو قال لي أي طالب غدا أمور واجبة عند الوفاة تدوم، انتهى الأمر. تاء تجهيز بالمعروف، معنى التجهيز بالمعروف، دال ديون معلقة ثم مرسلة لله ولآدم، الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث، انتهينا. أسباب الإرث ثلاثة، لا تقل أربعة، نكاح ولا ونسب. موانع الإرث ثلاثة، لا تقل سبعة، خلاص، رق وقتل اختلاف الدين، وارثين وارثات، أصول المسائل سبعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، وستة، وثمانية، واثنى عشر، أربعة وعشرين. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف خمسة، أصحاب النصف خمسة، والربع غرفة الزوجية اثنان، والثمن غرفة الأرامل الزوجة فأكثر واحد، والثلثان أصحاب النصف عدد الزوج أربعة، والثلث الأم والجمع الأخوة الأم اثنين، وأصحاب السدس سبعة، الأب والأم والجد والجدة، ولد الأم، أخ وأخت لأم، بنت الابن فأكثر، أخت لأب فأكثر، انتهى الإرث. هذا اللي أخذنا اليوم، شيء يسير والله أخوانا، نكمل والله شيء يسير أخوانا. يوم الجمعة ها؟ يوم الجمعة الشباب، يوم الجمعة خير إن شاء الله. هو هذا الآن عندنا يقول من حبك دبك، والله اللي يحرص عليك يقول احفظ وانت مقصر، وانت ترى لازم جنة، هذه ليست بلعب صح، ولازم تحفظ ولازم تراجع، وليش مقصر، وفينك يا شيخ سعد، لماذا لا تدرس هذا العلم، قد يذهب عليك، ولازم تصنع ولازم تصنع ولازم تصنع. هذا المحب لك